توفيت الفنانة المغربية فاطمة الرقراقي في الساعة الأولى من صباح يوم الاثنين جوج غشت 2021 بمنزلها بمدينة سلا عن عمر يناهز 80 عاما. وأكد عبد الرحمن الرقراقي شقيق الفنانة القديرة فاطمة الرقراقي خبر وفاة الراحلة، مشيرا إلى أنها غادرت إلى دار البقاء حوالي الساعة الثالثة فجرا. ونشر هشام الوالي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة للراحلة وعلق قائلا: إن لله وإن إليه راجعون، وداعا غالية، وداعا للا فاطمة الرقراقي. ويشار إلى أن فاطمة الرقراقي من مواليد مدينة الرباط في 15 فبراير 1941، وتعتبر من الرعيل الأول من الممثلات المغربيات في ميدان التمثيل والسينما والتلفزيون، وفي رصيدها العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية وكذا المسرحية. ويذكر بأن فاطمة الرقراقي بدأت مسيرتها الفنية في منتصف الخمسينيات، أما على السينما فقد لعبت أولى أدوارها من خلال فيلم شمس مع الممثل حميد بن مسعود، وبعدها توالت مجموعة من الأدوار. ومن أشهر مسرحياتها نذكر عميل جحا وأهل الكهف، تغمده الله بوسع رحمته، وإن لله وإن إليه راجعون. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.